بسم الله، من الادوات القويه جدا اللي بتسهل على الواحد الشغل في اليوتيوب تيوبادي. ده اداه بتسطب هيت بيديني بعض الامكانيات هنشوفها مع بعض. خلينا نرفع فيديو، اي فيديو، تمام، وليكن مثلا دوت، تمام. بمجرد ان انت تبدا ترفعه بيبدا يقترح عليك تاجات، تمام، يقول لك ايه التاجات اللي مناسبه للفيديو دوت. تقدر تضيف بعض الحاجات على سبيل المثال، تمام. تقدر تختار صورة معينة وتبدأ تعدل فيها، تقدر تعمل إعلانات للفيديو بتاعتك على قنوات أخرى، تمام. يعني ممكن مثلا تختار صورة معينة هيت توقف وتبدأ الصورة دي تحط لها تكست معين، تمام، وليكن مثلا جريد مثلا أهي. تقدر تضيف الصورة، الصورة دي تقدر تعدل عليها براحتك، تقدر تكبرها تصغرها زي ما أنت عايز، تمام. تبقى في دي تشد الناس لان هم يشوفوا الفيديو. تقدر تعمل بريفيو وتحط الصوره دي لما على اليوتيوب، لما على الفيسبوك، لما على التويتر. تقدر تحط في نهايه الفيديو بعض الحاجات زي مثلا رابط لقناه اخرى او رابط لفيديو اخر. تقدر تعمل سكادول بابلش. انا مش هبابلش دلوقتي، انا عايز ابابلش مثلا على الساعه 3 الساعه 4 بحيث الناس تبدا تشوف الفيديو. تقدر تضيف انفو كارت بحيث الناس تلاقي معلومة على فيديو اخر او حاجة زي كده. فتقدر تشير مثلا على اكثر من مكان، فده بيسهل عليك الشغل بدل ما تقعد تقضي وقت كتير في ان انت مثلا تحمل الصورة وتعدل فيها وترفعها تاني. لا، تقدر بسهولة جدا ان انت تعمل كرييت لصورة جديدة وتحطها في الفيديو ده. الأداة دي بيسهل عليا كتير جدا في الشغل، وبعتمد عليها في حاجات كتير جدا زي موضوع ان انا اضيف تاجات بدل ما اقعد اقضي وقت. لا، هو بيديني سهل على الشغل في موضوع ايه التاجات اللي انا ممكن احطها، ايه البلاي ليست اللي انا ممكن استخدمه، وهكذا.